الفنانة الكويتية سمو دلكندري تعتزل الفن نهائيا، وما هي قصة الخادمة بيري التي سوف تنال الكثير من التعويضات وتشتري بيتا في أثيوبيا؟ تابعوا معنا التفاصيل. أكدت الفنانة الكويتية سمو دلكندري أنها قررت الابتعاد عن التمثيل في هذه الفترة وخلال العام القادم وربما لسنوات. وانتوا اللي تشوفوني على الشاشة كنت خفيفة على قلبكم وأحبكم. السنة الجاية واللي بعدها لله حلالنا أنا راح أكون مختفية عن الدراما كممثلة في السنين الجاية. طبعا أنا كنت أقول دائما هذا الكلام في لقاءاتي، المهم لأن عندي وايد أشياء لازم أنا أتفرغ لها. يعني أنا صار لي الحين بالمجال من 2007 لين 2020 13 سنة. أحلى وأغلى شيء كسبته حبكم واحترامكم. صدق أنا متابعيني وايد راقين، والناس اللي تحبني وايد راقين، حتى الناس اللي يولي صالون حق الكبار من يهال، من اللي بعمري أكبر مني أصغر مني يهبلون، كلكم تهبلون وتنالون الذوق. إن شاء الله هالمحبة تكون دوم، وإن شاء الله بهذه السنين كلها وانتوا تشوفوني على الشاشة كنت خفيفة على قلبكم وأحبكم. السنة الجاية واللي بعدها إذا الله حلالنا أنا راح أكون مختفية عنكم. أكدت سمود خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق سناب شات إن لديها إحساس بأن الوقت هذه الفترة مزعجة على الصعيد العام، وفي كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها وخلال السنوات القادمة. وكشفت سمود عن السبب وراء هذا الابتعاد قائلة إن لديها أعمالا خاصة تريد التفرغ لها. وأكدت سمود إن خلال 13 عام هو عمرها في مجال التمثيل منذ عام 2007 حازت على محبة واحترام المتابعين، وقالت يا رب المحبة تكون دايمة وأتمنى أن تكون السنين اللي قضيتها معاكم على الشاشة تكون خفيفة عليكم. ظهرت الفنانة الكويتية في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل هي وبناتها، وهو العمل الذي أحدث ضجة واسعة من خلال مشهد الخادمة الأثيوبية التي قيل إنها كانت تعمل لدى أسرة كفيل ومتغيبة منذ فترة طويلة وفوجئ بظهورها في التلفزيون. وردت سمود وقتها بين الخادمة في المسلسل هي ذات الخادمة التي تظهر معها في السناب شات كثيرا، وكانت قد ظهرت معها منذ 8 سنوات في مسلسل توالي الليل. سمود هي ممثلة كويتية بدأت مسيرتها الفنية في عام 2007 بمسلسل لعبة الأيام. كانت ولادتها في مصر بسبب ظروف الاحتلال العراقي للكويت، ثم عاودت مع أسرتها بلادهم الكويت بعد التحرير وهي حاصلة على الثانوية العامة ولم تكمل دراستها الجامعية لظروف ما. كانت بدايتها بالمجال الفني في عام 2007 وذلك بمشاركتها في مسلسل لعبة الأيام بدعم من شركة سكوب سنتر للإنتاج الفني، وسرعان ما نالت أدوار البطولة بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية منها ساهر الليل ولو باقي ليلة وصديقات العمر وغيرها. سمود قامت بإنتاج عدد من الأعمال في التلفزيون والمسرح. سمود قالت إن بيري ليست خادمة وسأجعلها تشتري تعويضات الموسيقيين لها منزلا في أثيوبيا. هكذا قالت سمود عن المشكلة التي ظهرت أخيرا بسبب ظهور خادمتها في إحدى المسلسلات الخاصة بها وهي مسلسل هي وبناتها.
وأكدت صمود أن هذه الخادمة تعمل لديها منذ 10 سنوات وتسافر لأهلها كل عام. صمود أكدت أنها لم يسبق لها أن تقدمت بشكوى ضد أي شخص أساء لها بصورة مباشرة، ولكن سوف تتقدم بشكوى بسبب الافتراء والإهانة على خادمتها بيري، وسوف تأخذ أموال التعويضات وتجعل الخادمة تشتري بيتا في أثيوبيا.